يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. طفلا يدفع الجندي اليهودي المدجج بالسلاح، لا يخاف أبدا. أقول بكل ثقة لن يستطيع اليهود أبدا أن يستولوا على القدس إلى الأبد، فالذي جعل القدس سكنا للأنبياء لن يديمها أبدا سكنا لقاتل الأنبياء. لا أقول ذلك رجما بالغيب، بل أنا أبشر الأمة بأن القدس على أرضها سترفع راية الجهاد وستكون الملحمة الأخيرة. هذا ليس كلامي أنا، ليس من باب التحليلات الاستراتيجية والعسكرية، وليس من باب الأحلام الوردية، وليس من باب ضغوط الواقع، بل هذا وعد ربنا ووعد نبينا. قال الله جل وعلا في شأن اليهود: لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. ما تخلي بالك من البشرة دي: ثم لا ينصرون. هل تصدقون الله جل جلاله؟ ثم لا ينصرون. انت ما انتش واخد بالك من الآية، ما انت قرأتها كثيرا بس ما انتبهتش اليها. لن يضروكم، لن ليوم القيامة لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. والله لن ينصروا أبدا، هذا وعد ربنا الذي لا تخلف ولا تغير، وهذا وعد نبينا. بل أنا أقول لكم يا شباب الأمة أبشروا، فورب الكعبة ستقام الملحمة وسترفع راية الجهاد على أرض القدس، بل وستنزل الخلافة الراشدة الأرض المقدسة. إيه استنى استنى مولانا، خلافة إيه؟ خلافة إيه وتمكين إيه وانت شايف بتكلمنا؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، أما المنافقون ارتجفت قلوبهم وارتابت قلوبهم وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فشتان بين المؤمن الذي يسمع عن الله ورسوله وبين المنافق الذي يسمع عن الله ورسوله. أنا أقول بكل ثقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وصححه الحافظ ابن حجر من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ احتمل عمود الكتاب من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. الله الله الله، لا ده حدد النبي أي بلاد الشام، حدد ما تركهاش مفتوحة كده، ما هي الشام كبيرة. حدد عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أبو يعلى بسند قال فيه الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون حول أبواب دمشق، على أبواب دمشق وما حوله، وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، لا يضرهم من خذلهم، ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة. هذا كلام الصادق الذي لا ينطقه عن الهوى. لا خذ الرواية دي كمان في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم بسند صححه الحاكم وأقره الذهبي والألباني، أقر الحاكمة الذهبي والألباني من حديث أبي حوالة الأزدي أن الحبيب النبي وضع يده يوما على رأس أبي حوالة وقال: يا ابن حوالة، اسمع اسمع، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة. الله 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 الله، خلاص هتنزل، ورب الكعبة ستنزل الخلافة الأرض المقدسة، فاصبروا أيها الأبطال، اصبروا أيها الأطهار، اثبتوا، ما هي إلا لحظات والكل سيموت، موتوا بشرف، موتوا بكرامة. يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، فقد دنت اقتربت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك. خلاص فأبشر
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.